وكان اليوم قد التقى الرئيس ميشيل عون المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور في قصر بعبدة في إطار زيارة استطلاعية يقوم بها المسؤول البريطاني إلى لبنان، فيما أعلنت مصادر أخرى عن زيارة مرتقبة لمبعوث روسي يتوقع أن يصل الأربعاء إلى بيروت. على كل المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات مع زميلتنا هنا في غرفة الأخبار ميس الحربي. تفضلي ميس. أهلا لارا. الدول الغربية في لبنان بعد فرنسا وبريطانيا، الأخبار من العاصمة الروسية تتحدث عن زيارة مرتقبة إلى بيروت يقوم بها الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف. فماذا تحمل هذه الزيارة؟ ما يفوق الحوار الروسي اللبناني المرتقب أهمية هو الاهتمام الروسي بالشأن اللبناني، والسبب الرئيسي بحسب مختصين في الأزمة الحالية هو سوريا. فروسيا تسعى أن يكون جار سوريا وهو بالطبع لبنان مستقراً. فلنرى ما هو الموقف الروسي من الأزمة اللبنانية. ومن الموقف الروسي إلى التحرك الأوروبي. كما شاهدنا عن التحرك الدولي سريعا، سنفصل الآن الموقف الأوروبي وبشكل خاص البريطاني. بالحديث عن بريطانيا، اليوم عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية اللبناني ومسؤول بريطاني من وزارة الخارجية. لندن مصرة وترغب بإيجاد مخرج سريع للأزمة الحكومية جراء القلق من الوضع الاقتصادي وانهيار الوضع المالي كليا. وللتفصيل في التوجهات الغربية، البريطانيون يريدون استغلال الأزمة التي يعيشها لبنان من خلال إعادة تفعيل العلاقات مع دول المشرق العربي، كما يعزون أيضا على قدرتهم التأثيرية على الأمريكيين التي تفوق قدرة الفرنسيين. بريطانيا والولايات المتحدة تخشيان من تعاظم الدور الروسي في الساحة اللبنانية، وبدأتا خطوات فعلية في اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بقمة ثلاثية مع وفد فرنسي. البريطانيون يريدون أن أي بحث في نزاع، يرفضون نزع سلاح حزب الله في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويرون أنه ضرب من الجنون، ويتوافقون مع الفرنسيين على أولوية معالجة الانهيار المالي وتنفيذ الإصلاحات. هذا كل ما لدي. شكرا لك ميس على هذا الشرح.